راكب جديد في رحلات الخير، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم. رمضان كريم، تعرف عليك. علينا وعليكم ان شاء الله. عبد المهدي ابو دية. عبد المهدي، اهلا وسهلا فيك. شو بتشتغل؟ انا بقطاع التربيه. بقطاع التربيه؟ يا عمي انتم بتخوفوا قطاع التربيه ومشاكل بالتوجيه وهرب والاسئله و... لا لا، ان شاء الله هاي الامور انحلت، يعني كانت كلها امور مغلقه ان شاء الله. يلا ان شاء الله خير. طيب كيف استعداداتك لشهر رمضان المبارك؟ الحمد لله، ان شاء الله ربنا يقدرنا على صيام ويكون شهر خير على الكل. انت متجوز اكيد؟ كم ولد عندك؟ متجوز، عندي 3 أولاد وثلاث بنات. راتب التربيه بكفيك؟ الحمد لله ماشي الحال. كيف ماشي مع الوضع الاقتصادي بالبلد؟ والله لا، بدك الامور تدبر حالك يعني. الحمد لله، لانه انا وزوجتي تعاملين يعني. شو بتحب تفطر اول يوم برمضان؟ والله اللي بيسر ربنا ان شاء الله، من هلا موجود في البيت. يعني مش مشتهي هيك طبخه مقلوبه منسف؟ لا لا. طيب احنا بنقول لك كل عام وانت بخير، بنتمنى شهر رمضان يكون شهر خير عليك وعلى عائلتك، واحنا راح نقدم لك طرد مقدم من الجنيدي، وكل عام وانت بالف خير يا رب. وانت بخير والف سعاده، ومشكورين لكم وللجنيدي. أعزائي، ما زلنا مستمرين معكم برحلات الخير ضمن حملة يدا بيد الجنيدي، عطاء بدون حد. احنا الآن في طريقنا لبلدية عين الباشا، راح نروح ناخذ معنا عطوفة رئيس بلدية عين الباشا المهندس سالم الحياري، راح يرافقنا في جولتنا لحلقة اليوم، خليكم معنا. رح نبدأ رحلتنا، يعني سعيدين بوجود عطوفة رئيس بلدية عين الباشا معنا. رمضان كريم، أهلا وسهلا فيك. الله أكرم وحياك والله في عين الباشا، اللي هي المدينة اللي تزخر في التآلف المجتمعي من كافة الأطياف اللي في المدينة من شتى الأصول والمنابت، اللي هي تجمع الآن يعني كبلدة عين الباشا مع مخيم عين الباشا متداخلات في روح واحدة وجسد واحد. احكي لنا كيف استعداداتك لرمضان عطوفتك؟ والله الله يعيده علينا وعليكم بالصحة والسلامة، وإن شاء الله ربنا يقدرنا على صيامه وقيام ليله بإذن الله، ويكون شهر مبارك على الأمة العربية والإسلامية. وإحنا استعداداتنا كبلدية الآن سوينا برنامج جديد خاصة فيما يتعلق في عملية النظافة وعملية جمع النفايات، لأنه بتعرفوا أنتم في شهر رمضان تختلف أسلوب الحياة كاملة، يعني بصير في هدوء في النهار ونشاط في الليل، فإحنا كبلدية راح نتماشى مع أسلوب الحياة مع المواطنين، فراح تكون عنا الحملات النظافة يعني مع راح تكون تقريبا مسائية وفي الليل أكثر. طيب حدثنا عطوفتك عن مستوى الفقر والبطالة اللي موجود في بلدية عين الباشا والمناطق اللي حولها. انتوا بتعرفوا يعني منطقة عين الباشا، وخاصة ان قبل شوي حكيت انها ملاصقة لمخيم عين الباشا، فالمنطقة يعني تعاني فعلا من فقر، وخاصة في عنا يعني بطالة كثيرة كثير جدا، وهي انا بعانيها كرئيس بلدية من مراجعات المواطنين في طلب الوظائف، وخاصة انه الان كبلدية وبتعرفوا كلكم كبلديات الان وضعها المادي يعني شوي مش كثير مرتاح، فيعني نسبة التوظيف راح تكون قليلة جدا، فيا ريت احنا نتمنى على القطاع الخاص انه ينشط في جذب العمالة الأردنية ويوقفوا شوي عن العمالة الوافدة، حتى ان نقدر نسيطر على مكافحة الفقر والبطالة في المجتمع. شو هي خططكم كبلدية لاستقبال شهر رمضان المبارك؟ حكيت لك انا في البداية انه احنا يعني خاصة احنا كبلدية يعني اللي بيهمنا النظافة،
النظافة حكيت لك من البداية على أساس أنه نمط الناس بتغير في رمضان، بيصير في هدوء في النهار وحركة في الليل، وعلى هالأساس إحنا كمان راح نتماشى مع حركة المواطنين، فراح تكون عنا النظافة المسائية أكثر من ما تكون في النهار. هل أنتم كبلدية في عندكم خطط لتفعيل الشراكة للشركات الخاصة للمساهمة في الأعمال الإنسانية في شهر رمضان كما الجنيدي ساهم معنا بهذا البرنامج؟ والله احنا بجزء بيكونش احنا مساهمة مع القطاع الخاص في عملية انشطة خيرية، لكن يعني اليوم بالذات اليوم الصبح كان في عنا وفد من جامعة فيلادلفيا على اساس للتعامل معاه، في عنا حديقة ارض لحديقة في مدينة عين الباشا من اجل تطويرها وعملها مشان يعني اهل المنطقة يعني نسوي شوية من الرفاهية عندهم، محلات للعب الاطفال بعيد عن الشوارع. يعني عطوفتك بسعدني انك ترافقنا اليوم، بس انا حابه اعرف امنيتك بشهر رمضان المبارك شو هي؟ انه يحل الامن والسلام علينا، وان شاء الله ان هالاردن تكون بامن وسلام، وما يصير في عندنا زي ما بصير بهالمناطق المجاوره، لانه الامن والامان هن اهم عنصر في حياه الانسان. اهلا وسهلا فيك عطوفتك، برحب فيك من جديد، ان شاء الله بتكون مبسوط معنا برحلتنا لليوم رحله الخير، واحنا نوزع طرود الخير بصحبتك وبرفقتك. حياك والله ويا ميت اهلا وسهلا، واحنا بنقول الله يجزيكم الخير، وان شاء الله في ميزان حسناتكم للعمل الخيري هذا، واحنا بنتمنى من كل الجهات للقطاع الخاص انه يبادر فعلا على عمل الخير، وخاصه في شهر رمضان، لانه في ناس فعلا بيستنوا شهر رمضان من السنه للسنه حتى ان هالناس يعني طرود الخير واهل الخير يزدادوا ويساعدوهم في مشقتهم في حمل هالمعاناه الحياه. هيك بيكون التهى لقائنا مع عطوفة رئيس بلدية عين الباشا المهندس سالم الحياري، على أن ألقاكم في رحلة جديدة وعلى أن ألقاكم في بلدة جديدة وفي منطقة جديدة، أستودعكم الله، إلى اللقاء.